من مشرقه إلى مغربه. سجل العالم في 2022 أحداثاً حفرت في الذاكرة، إذ وثق العام أبرز حدث في 24 من شباط، عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما أسماها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مما أثار أسوأ صراع في أوروبا منذ عقود. قتل آلاف المدنيين والجنود، ونزح ملايين الأشخاص، ودمرت مساحات شاسعة من أوكرانيا. اتجهت الأنظار في شباط 2022 إلى الحدث المأساوي المتمثل بوفاة الطفل المغربي ريان بعد عملية بحث استمرت 5 أيام في بئر بعمق 32 مترا. في مطلع أيار عم الغضب في أرجاء المنطقة العربية والعالمية على اغتيال قوات الاحتلال للصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها أحداث اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في الأراضي المحتلة والاعتداء على نعشها خلال تشييعها في القدس المحتلة. في 8 أيلول توفيت الملكة إليزابيث الثانية في منزلها بأسكتلندا بعد 70 عاماً على العرش، ثم اعتلى ابنها الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاتها، كما تم تعيين ريشي سوناك كأول رئيس وزراء من أصول مهاجرة في 25 من تشرين الأول. That support is effective in deterring further Russian aggression and pushing them back from the territory that they've already seized. في 8 تموز قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بالرصاص أثناء إلقاء خطاب حملته الانتخابية في مدينة نارا الذي قضى أطول فترة لرئاسة الحكومة في اليابان. عاشت شعوب أوروبا أياماً قاسية في أشد صيف على الإطلاق نتيجة حرائق بسبب التغير المناخي، إذ وصلت درجات الحرارة لأول مرة في مدن أوروبية إلى نحو 40 درجة مئوية. هزت إيران احتجاجات على مستوى البلاد بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 من أيلول بعد أيام من اعتقالها من قبل شرطة الآداب في طهران بزعم انتهاكها لنظام الجمهورية الإسلامية المخصص بقواعد لباس المرأة. أسفرت العملية الأمريكية الليلية في بلدة أطمة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. نوحك واحد أحد. سافرنا في 2022 بعيدا خارج درب التبانة بفضل تلسكوب جيمس ويب بعد أن قدم التلسكوب صوراً مذهلة للكون كانت إحداها هي أبعد لقطة لكوننا حتى الآن لمجرة عمرها أكثر من 13 مليار سنة ويعود تاريخها إلى الفترة الزمنية الأولى بعد الانفجار العظيم. 15 تشرين الثاني عام 2022 سيذكره التاريخ باعتباره اليوم الذي وصل فيه عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة لأول مرة وفقا للأمم المتحدة. عام كان مفعما بأحداث عربية ودولية، عام تغير فيه العالم في المناخ والخروج من عزلة الأوبئة إلى اشتعال حروب ونزاعات يقفل بابه على آمال بعام جديد يعود بالخير على شعوبه، سيما العربية الأكثر معاناة وبحثا عما يستحق الحياة.